دكتور حسين فرج، انا رئيس مجلس اداره احدى شركات الادويه المصريه. المبادره النهارده هي الوصول لملح ودهون اقل. المبادره طبعا بيقودها المعهد التغذيه، معهد التغذيه يعتبر شرح كبير من صروح مصر التعليميه، انشئ سنه 1955. مفيش معهد في الميدل ايست بيوازي المعهد. المعهد هو اللي عمل الحمله بتاعت اليود مع الملح، الكلام ده كان ما يقرب من 25 30 سنه. المعهد دايما له مبادرات شبه كده بتقود المجتمع لحياه صحيه افضل. النصيحه طبعا اقدمها لستات البيوت في الاول. احنا بنقول ان زياده الملح واختيار الدهون لازم الست تهتم بيه شويه. يعني طبعا في بيوتنا دلوقتي الحمد لله الناس بقت فاهمه يعني ايه ان انا اقدم اكل متوازن من كربوهيدرات ودهون واقلل شويه في الدهون وازود. لازم كمان الست تهتم انها تقلل كميه الملح في الاكل وتختار نوعيه الدهون اللي بتحطها في الاكل بتاع اسرتها. والله انا اقترحت في المؤتمر الاول ان احنا الشركات اللي هتنزل الاغذيه بتاعتها فيها نسبه ملح اقل، احنا نحط ليها شعار معين، والشعار ده يكون معتمد من المعهد، بحيث ان بعد كده الشركات تتميز ان اللي حط الشعار ده انها تتبع القوانين الصحية اللي خارجة من البلد.